في شاب اسمه بيستر دوغلاس. بيستر دوغلاس ملاكم بيلعب مع بطل العالم بالملاكمة مايك تايسون. مايك تايسون قوي جدا. لما بلشوا يلعبوا بدأ بيستر دوغلاس بدأ مايك تايسون يضرب بيستر دوغلاس. ضربوا أول ضربة تاني ضربة تالت ضربة رماه على الأرض. ضربوا بلش يعد الحكم 1 2 3 رن الجرس تنتن أنقذ من خلال الجرس. رجع كل واحد على الحلبة تبعته وبلشوا يسعفوا بيستر دوغلاس وبلشوا يصحوا فيه. راح مايك تايسون على حلبته بكل فخر بكل قوة راح أدمره أول ما يرن الجرس راح أقضي عليه. رن الجرس مرة تانية بدأت المباراة مرة تانية. بدأ بيستر دوغلاس يقاتل ببسالة يقاتل بشراسة يقاتل بقوة. بدأ يضرب مايك تايسون ضربوا ضربة 2 3 رماه على الأرض قاضية. عد الحكم 1 2 3 للعشرة خسر مايك تايسون. الناس انذهلت الناس انصدمت. مايك تايسون بخسر بطل العالم بخسر أمام واحد كان مهزوم. سألوا بيستر دوغلاس شو السر شو اللي عملته أنت كيف تحولت من هزيمة لنصر. حكى لهم السر بسيط ركزت على هذا. قبل المباراة بأسبوع أمي حكت لكل الناس ولكل الأقارب ولكل العيلة إنه ابني رح يغلب مايك تايسون. قبل المباراة بيومين أمي ماتت. فأنا قررت يا إما بموت وبلحق أمي يا إما بحقق أكيد. حلم أمي صحيح. عشان هيك لازم كل واحد يكون عنده أسباب للنجاح. كل واحد يكون عنده دافع. لازم إشي يحركك من جوا. ليش بدك تنجح؟ ليش بدك تعيش؟ صح. ليش بدك تكون أنت؟ اسمه كمان أحمد يس. إحنا خلينا نحكي شوي بواقعية نوعا ما. نعم. الشباب الأردني بجوز إمكانياتهم محدودة. الواقع والظروف اللي احنا بنحكي فيه ما بتيح للجميع انه مثلا والله ممكن يفتح مشروعه الخاص يكون معاه وضع مادي ممتاز يخليه يفتح مشروعه الخاص او انه حتى يحاول انه هو يخلق سوق عمل زي ما بده يتأقلم مع الواقع. مرات والأزمات مرات بتخليك تتعايش معها وتطلع منها مسؤول الشخصية. هلا هي الفترة اللي هون اني انا كيف بدي اطلع بشخصيتي الحقيقية أو الشخصية الجديدة اللي ممكن أنا أستفيد منها ويكون عندي إياها مناعة من الصدمات اللي راح تيجيني بالمستقبل. لأنه إحنا عارفين إنه الأزمات هي مش راح تمر عليك فترة بحياتك. أنت في كل ما أنت موجود في حياتك كل فترة إلها أزماتها وإلها صحيح صدماتها. صحيح ما بتخلص. معينة. فكيف أنا ممكن أنا يصير عندي مناعة أتعامل مع هاي بخطوات مثلا ممكن نسهل فيها على الناس. شو الخطوات اللي ممكن أنا أتبعها تسهل علي وطأة الصدمة؟ شوف في شغلة رح أجاوبك عليها هلأ أنا أخذتها من كلام الأستاذ. في شغلة كمان كتير مهمة بحس هي أن نحاوط حالنا بالأشخاص اللي هم جد بأمنوا فينا. لسه جاي يعني زي ما حكينا إحنا هلأ كلمة من أمه هي فعلا شجعته بغض النظر عن وفاتها بس شجعته وخلته هو يكون واثق بحاله. فأدي مهم أنه أهلينا أصدقائنا كل الأشخاص اللي حوالينا يكونوا مأمنين بالإشي اللي إحنا بنعمله. هذا إشي بيعطينا طاقة كتير قوية.